بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل وحكمته بعباده أن شرع لهم في ختام شهرهم عبادات جليلة لتكون سبباً في رفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم وشكر نعمة الله عز وجل على ما من به من إتمام نعمة الصيام والقيام. فشرع سبحانه وتعالى لعباده في آخر هذا الشهر، شرع لهم التكبير. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وشرع لهم أيضاً صلاة العيد وتكون في يوم العيد، وشرع لهم صدقة الفطر وتسمى زكاة الفطر، فتسمى صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها ومخرجها، وتسمى زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها. وقد استنبطها بعض العلماء من قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأمر الناس في آخر شهر رمضان بصدقة الفطر وزكاة الفطر، ويقرأ هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وإن كان القول الراجح أن الآية عامة في صدقة الفطر وفي غيره، قد أفلح من تزكى يعني من زكى نفسه ظاهراً وباطناً، وليس ذلك خاصاً بصدقة الفطر. وكان فرض صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الصيام. والحكمة من مشروعيتها: أولاً أن فيها طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. وثانياً أن فيها طعمة للمساكين وكفاً لهم عن السؤال في ذلك اليوم، يعني في يوم العيد، لأجل أن يشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم، فيكون العيد عيداً للجميع. هذا من حكم صدقة الفطر، أنك تعطي هؤلاء الفقراء والمساكين لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم، فلا ينشغلوا بالسؤال بل يستغنوا بما أعطوا من الطعام والشراب، يستغنوا به عن السؤال في ذلك اليوم، فيشاركون الأغنياء في فرحهم وفي سرورهم. أيضاً من حكم مشروعية صدقة الفطر القيام بشكر نعمة الله تعالى على ما من به من إتمام نعمة الصيام والقيام. فلا ريب أن إدراك هذا الشهر وفعل ما تيسر أن إدراك الشهر وفعل ما تيسر فيه من الصيام والقيام نعمة عظيمة. كم من شخص كان يؤمل أن يدرك شهر رمضان ولكنه لم يتمكن من ذلك، وكم من شخص أدرك أوله وكان يؤمن أن يدرك آخره ولم يتمكن من ذلك. فاحمد الله عز وجل واشكره على ما من به عليك من إدراك هذا الشهر وفعل ما تيسر من الصيام والقيام، واشكر الله عز وجل بإخراج صدقة الفطر، واسأله القبول سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. صدقة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فتجب على كل مسلم سواء كان ذكراً أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، حراً أم عبداً،
وفرضها من الطعام، فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من الطعام من قوت الآدميين، والصاع يقارب 3 كيلوات تقريبا، وهو بالتحديد 1.40 كيلو غراما، لكن لو أخرج ما قدره 3 كيلوات فإن ذلك مجزئ، والواجب إخراجها من غالب قوت الآدميين، فتخرج من قوت الآدميين من البر والرز والتمر والأقط والزبيب وما أشبه ذلك مما يقتاته الناس. ومعلوم أن الطعام والقوت يختلف من بلد إلى بلد، فمثلا في بعض البلدان قد يكون الشعير قوتا وطعاما، وفي بعض البلدان لا يكون قوتا ولا طعاما. فالبلد الذي يكون فيه الشعير قوتا وطعاما يجزئ إخراج الشعير في صدقة الفطر، والبلد الذي لا يكون فيه الشعير ونعم الشعير قوتا لأهل البلد فإن ذلك لا يجزئ. فالغالب عندنا مثلا هنا في المملكة الغالب أن الشعير ليس قوتا للآدميين إلا نادرا، كان الناس في السابق يتخذونه قوتا وطعاما، أما في وقتنا الحاضر فالغالب أنه يتخذ طعاما للبهائم وقوتا للبهائم. فعلى هذا الإنسان يخرج ما يكون قوتا للآدميين، ومن أنفع ما يكون قوتا للآدميين شيئان: البر والرز، لأنه غالب قوت الناس، فيخرج هذا القدر، وهو أن يخرج صاعا من قوت الآدميين ومن طعام الآدميين. والواجب أن تصل الصدقة إلى مستحقها قبل صلاة العيد، الواجب إيصال صدقة الفطر إلى مستحقها قبل صلاة العيد. ولذلك كان زمن إخراج زكاة الفطر زمنان: وقت أفضلية ووقت جواز. فوقت الأفضلية يوم العيد قبل الصلاة، الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يخرجها في اليوم 29 أو في اليوم 30، فإخراجها في اليوم 28 قد يكون على خطر فيما إذا تم الشهر، لأنه إذا تم الشهر فمعناه أنه أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين. فوقت الأفضلية بالنسبة لصدقة الفطر أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، ووقت الجواز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. والواجب كما تقدم أن تصل إلى مستحقها قبل صلاة العيد، الواجب أن تصل إلى مستحقها أو إلى وكيله قبل صلاة العيد. فمتى وصلت إلى المستحق أو الوكيل قبل صلاة العيد فإن ذلك لا يضر. والوكيل بل القابض لصدقة الفطر على أقسام 3، الذي يقبض صدقة الفطر عن غيره على أقسام 3: القسم الأول أن يكون القابض قد قبض صدقة الفطر بوكالة عامة، يعني أن يقبض صدقة الفطر من الناس بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وما أشبه ذلك، فهذا ما في أيديهم كما في أيدي الفقراء. فأنت إذا أعطيت الجمعية مثلا الخيرية أعطيتها صدقة الفطر، أو أعطيتها نقودا ووكلتها في شراء الطعام وإخراجه، فإن ذلك جائز، حتى لو قدر أن الجمعيات الخيرية لم تعطي الفقير إلا بعد يوم العيد فإن ذلك لا يضر. لماذا؟ لأن هذه الجمعيات موكلة من قبل ولي الأمر عن الفقراء، هم وكلاء عن الفقراء،
فالدفع إليهم كالدفع إلى الفقير. فأنت إذا أعطيت الجمعية الخيرية قلت خذوا هذا صاع من البر، هذا صاع من الرز، هذه دراهم اشتروا بها طعاماً وادفعوه عني صدقة، كأنك دفعت إلى الفقراء. حتى لو قدر أن الجمعية مثلاً كانت تعطي الفقراء شيئاً فشيئاً طول السنة لا يضر، لأنهم وكلاء عن الفقراء، فما في أيديهم كما في أيدي الفقير. القسم الثاني أن يكون القابض لصدقة الفطر وكيلاً خاصاً عن الإنسان. الأول الجمعيات وكيل عام، أن يكون الثاني أن يكون وكيلاً خاصاً، كرجل أراد أن يسافر مثلاً في آخر رمضان، قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة للعمرة، وقال لجاره أو لصاحب له ما جاء من زكاة فطر لي اقبض، أو وكلتك أن تقبض صدقة الفطر التي ترد إلي أو إلى بيتي، كل ما جاء صدقة فطر اقبضها لي. فهذا أيضا كالأول، ما في يده كما في يد الفقير. فلو فرض أن هذا الرجل الفقير الذي وكل لم يرجع إلا بعد 10 أيام، فلما رجع أعطاه جاره صدقة الفطر التي قبضها له، فلا يضر ذلك. لماذا؟ لأنه وكيل عنه. القسم الثالث أن يكون القابض لصدقة الفطر متبرعا، متبرع بمعنى أن شخصا يخرج يذهب إلى الأحياء وبيوت الناس ويقول من عنده صدقة فطر فليدفعها إلي لأجل أن أوزعها على الناس. هذا لم يوكل أيها الإخوة، لم يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة. مثل هذا يجب أن يوصل صدقة الفطر إلى المستحقين قبل صلاة العيد، وليس وكيلا، لأنه ليس وكيلا لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة. فتبين بهذا أن القابض لصدقة الفطر على هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول أن يقبض صدقة الفطر بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وغيرها، فهذا ما في أيديهم كما في أيدي المستحقين من الفقراء والمساكين. فحتى لو قدر أنهم لم يعطوا الفقراء والمساكين إلا بعد العيد بمدة، بل حتى لو كانوا يقسطون هذه الفطر عليهم طول السنة، يعني مثلا الجمعية الخيرية ورد إليها صدقات فطر كثيرة جدا، أكياس من الرز، فصاروا يعطون الفقراء طوال أيام السنة، يعطونهم شيئا فشيئا فشيئا، فإن ذلك لا حرج، لأنهم وكلاء عنهم من قبل الإمام. القسم الثاني أن يكون القابض لصدقة الفطر وكيلا خاصا، كما لو وكل إنسان جاره وقال إن جاءت صدقة الفطر فاقبضها لي، فهذا أيضا كالأول، ما في يده كما في يد الفقير. القسم الثالث أن يكون القابض لصدقة الفطر متبرعا من عنده، لم يوكل لا وكالة خاصة ولا وكالة عامة، فهذا يجب أن يوصل ما قبضه من صدقة الفطر إلى المساكين قبل صلاة العيد، يجب أن يوصله قبل صلاة العيد. والمستحقون لصدقة الفطر هم الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له. المستحقون لصدقة الفطر هم الفقراء والمساكين ومن عليهم ديون لا وفاء لها، وإن شئت فقل المستحق لصدقة الفطر هو المستحق لصرف الكفارة إليه، لأن مصرف صدقة الفطر كمصرف الكفارة، كفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار إلى غير ذلك، فمصرف صدقة الفطر كمصرف الكفارة، ومصرف الكفارة يكون للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له. وعلى هذا فلا يجوز مثلا صرفها في المؤلفة قلوبهم، ولا يجوز صرفها في سبيل الله في الجهاد ولا غير ذلك، بل تصرف
مصرف الكفارة للفقراء والمساكين ومن عليه دين ليس له وفاء. وهنا مسائل تتعلق بصدقة الفطر. المسألة الأولى: لو أن الإنسان قادر على أن يخرج نصف صاع فقط، إنسان لم يفضل عنده من الطعام أو ليس عنده فاضل إلا نصف صاع، فهل يجزئ لو أخرج نصف صاع أو لا؟ قال بعض العلماء: إنه لا يجزئ، فلو قدر على نصف صاع يعني على بعض الصاع فإن ذلك لا يجزئ، لأن الشارع حدد صدقة الفطر بصاع، وإخراجها دون صاع فيه مخالفة لما قدر الشرع، فهو كما لو صلى مثلا دون القدر الواجب، لو صلى الفجر ركعة لا يصح، لو صلى الظهر ركعتين لا يصح، فكذلك أيضا لو أخرج صدقة الفطر دون نصف صاع. وقال بعض العلماء: إنه يجزئ، إن الإنسان لو قدر على بعض الصاع فإن ذلك يجزئ، وهذا القول هو الراجح، أولا لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وثانيا أيضا أن بعض الصاع، إخراج بعض الصاع ينتفع به الفقير، الفقير إذا أعطيته نصف صاع انتفع، يأكل منه غداء، يأكل غداء أو عشاء، فالمهم أنه ينتفع به. فعلى هذا يجوز للإنسان أن يخرج نصف صاع إذا لم يقدر إلا على هذا القدر. المسألة الثانية: هل يجوز أن يخرج صاعا من جنسين؟ يعني إنسان عنده صاع لكن من جنسين، عنده نصف صاع، نصف صاع من الرز ونصف صاع من البر، يقول: أنا ليس عندي صاع كامل من البر ولا صاع كامل من الرز، لكن عندي نصف صاع من هذا ونصف صاع من هذا، فهل يجزئ أن يخرج نصف صاع من جنسين؟ الجواب أيضا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، صاعا من طعام، وقد أخرج صاعا من طعام ولو كان من جنسين، فيعطي نصف صاع لشخص ونصف صاع لشخص، أو يدفع الصاع من الجنسين لشخص واحد. المسألة الثانية: هل يجوز إعطاء الفقير أكثر من فطرة؟ الجواب نعم، يجوز أن يعطى الفقير الواحد أكثر من فطرة، فما دام أنه مستحق لصدقة الفطر فإنه يعطى. فلو أعطاه مثلا هذا الفقير، أعطي 10 صدقات من صدقة الفطر، لأن لديه عيالا أو لأنه محتاج، فلا حرج، فيجوز أن يعطى الواحد أكثر من فطرة. ويجوز أيضا أن تقسم وتوزع الفطرة على أكثر من واحد، فإنسان مثلا عنده صاع من البر، يجوز أن يوزعه على شخصين أو 3 أو 4، لكن قال الفقهاء رحمهم الله: الأولى ألا تنقص عن مد، يعني إذا أراد أن يوزع الصاع الأولى أن لا ينقص عن مد، المد 500 جرام، 510 من الجرامات، قالوا الأولى أنه لا ينقص عن مد، لأن ما دون المد لا يمكن الانتفاع به في الغالب، أو لا ينتفع به في الغالب. إذن يجوز أن توزع صدقة الفطر على أكثر من شخص. المسألة الثالثة أيضا: هل يجوز لمن قبض صدقة الفطر، يعطي صدقة الفطر، أن يخرجها عن نفسه؟ الجواب نعم، فمثلا لو فرض أن رجلا فقيرا أعطي صدقات فطر كثيرة، فكان عنده نوع من الغناء، فيجوز أن يخرج
من أن يخرج صدقة الفطر عنه وعن أهل بيته من هذه الصدقات التي قبضها. لماذا؟ لأنه ملكها، وإذا ملكها جاز له أن يتصرف فيها كيفما شاء، فيجوز له أن يخرجها صدقة عن نفسه، ويجوز أيضا أن يبيعها. لو أنه قال أنا مثلا لا أريد أن أستعملها، عندي ما يكفيني، فأريد بيعها أو بيع ما زاد، كل ذلك جائز، لأنه متى سلمت للمستحق من الفقير والمسكين ومن عليه دين لا وفاء له فإنه يملكها، ومتى ملكها جاز له أن يتصرف فيها كيفما شاء. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بصدقة الفطر، وهي: هل يجزئ إخراج صدقة الفطر نقداً؟ لو أخرجها الإنسان مالاً فهل يجزئ؟ الجواب: الأصل في صدقة الفطر أنها تخرج من الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام من قوت الآدميين، وإخراجها من النقد أو المال أولاً فيه مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرضها صاعاً من طعام، وثانياً فيه مخالفة لعمل الصحابة رضي الله عنهم، وثالثاً أيضاً أن إخراجها نقداً يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة ترى وتشاهد إلى كونها صدقة خفية. الآن صدقة الفطر إذا كانت تخرج طعاماً تكون شعيرة، إذا مررت بالأسواق تجد الناس يكيلونها، هذا يكيل وهذا يضعها، هذا يكيل بمد وهذا يكيل بصاع وهذا يعطي الفقير، بخلاف ما إذا أخرجها الإنسان نقداً مالاً فإنها ستكون صدقة خفية لا يطلع عليها إلا الله. فإخراجها من الطعام هو الأصل، اللهم إلا إذا كان الإنسان في بلد لا يقبلون إخراج صدقة الفطر من الطعام. بعض البلدان ربما لو أخرجها طعاما لا يجد من يأخذها ومن ينتفع بها، ففي هذا الحال ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز أن تخرج من النقد. إذن إخراجها نقداً إنما يجوز في حال واحد، يعني في حال ضرورة، إذا كنت في بلد لا يمكن، إذا كنت في بلد لو أخرجت الطعام لم يقبل، بمعنى أن الناس لا يتقبلونه ولا يأخذونه، فحينئذ تأخذ بما قال بعض أهل العلم من جواز إخراجها من النقد، وإلا فإن الأصل أنها تخرج من الطعام، سواء كان ذلك من البر أو من الرز أو من التمر أو من الأقط أو من الزبيب أو غير ذلك، كل طعام للآدميين فإنه يجوز أن تخرج منه. وهنا أيضا ننبه أن المخرج لصدقة الفطر إذا أخرج صدقة الفطر صاعا مثلا، فإنه إذا أخرجها دون نصف صاع فإنه يعلم الفقير، لأن الفقير ربما إذا قبض الصدقة يظنها صاعا فيخرجها عن نفسه ظنا منها أنها مجزئة. فمن الأحسن أنك إذا أعطيت الفقير دون نصف الصاع، أنك إذا أعطيت الفقير دون الصاع أن تخبره بذلك، لأجل ألا يخرجها صدقة معتمدا على إعطائك إياها له فيظن أنك أعطيته صاعا. والأصل في صدقة الفطر، الأصل أن الإنسان يخرجها عن نفسه، الأصل أن الإنسان يخرجها عن نفسه، لأن كل إنسان مخاطب بها، فالرجل الإنسان يخرجها عن نفسه ويخرجها عمن يمونه من زوجة وولد، لكن الأصل أن كل إنسان يخرج صدقة الفطر عن نفسه. لكن لو كنت مثلا في بيت
وعندك ومعك أبوك، وأراد الأب أن يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته جميعا فلا حرج في ذلك، لكن الأصل أن صدقة الفطر يخاطب بها الإنسان نفسه، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يمونه. إذا كان عندك من تمون من زوجة ومن ولد من الصغار، كذلك أيضا إذا كان عندك خدم أو سائقين تجب نفقتهم عليك، الذي عنده مثلا خادمة أو عنده سائق وينفق عليها، يعني نفقتهم أكلهم وشربهم عليك، فيجب عليك أن تخرج صدقة الفطر عنهم. فعلى هذا إذا قال قائل هل يجب على الإنسان أن يخرج عن المكفولين الذين تحت كفالته صدقة الفطر؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كانوا من الخدم والسائقين الذين يعيشون في بيت الإنسان بحيث أنه ينفق عليهم ويعطيهم طعاما وشرابا ويلزمه طعامهم وشرابهم، حينئذ يخرج عنهم صدقة الفطر وجوبا. وأما إذا كان هؤلاء المكفولين عمالا، يعني تحت كفالته لكنه عمال، بنا ومهندس ونجار حداد ولا يسكنون عنده، فهؤلاء لا تجب نفقتهم عليه، فلا يلزمه أن يخرج صدقة الفطر عنهم. إذن نكرر ونقول، هل إذا قال قائل هل يجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عمن تحت كفالته من العمالة؟ الجواب إن كان هؤلاء العمالة يعيشون معه في البيت من الخدم والسائقين الذين تجب مؤونتهم وتجب نفقتهم، وجب عليه إخراجها، لأن صدقة الفطر من النفقة. وأما إذا كان هؤلاء العمالة ليسوا عنده، وإنما هم مستقلون في سكن وفي نفقتهم وفي طعامهم وشرابهم، فلا يجب على صاحب البيت أن يخرج صدقة الفطر عنهم. أيضا المسألة الأخيرة، ولا تكون الأخيرة فيما يتعلق بصدقة الفطر، أين مكان إخراج صدقة الفطر، يعني أين يخرج الإنسان صدقة الفطر؟ الجواب الأفضل أن يخرج صدقة الفطر في المكان الذي أدركه العيد وهو فيه، لأن صدقة الفطر تتبع البدن وصدقة المال تتبع المال. فإنسان مثلا من أهل المدينة وتجارته في المدينة، سافر إلى مكة في آخر رمضان للعمرة وأدركه العيد هناك، يخرج صدقة الفطر في مكة ويخرج زكاة ماله في المدينة، هذا هو الأفضل. لكن لو خالف وأخرج صدقة الفطر، مثلا هو في مكة أخرجها في المدينة، أو في المدينة وأخرجها في مكة، فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون إخراج صدقة الفطر في المكان الذي أدركه العيد وهو فيه. فأنت مثلا لو كنت من أهل مصر من القاهرة وأدركك العيد وأنت في مكة، الأفضل أن تخرج صدقة الفطر في مكة. لكن لو فرض أنك قلت لأهلك أخرجوها في مصر لأن هناك حاجة وفاقة وفقر عند بعض الناس، فلا حرج، فما دام أن هناك حاجة هناك أناس يحتاجون فلا حرج. لكن لو أنك أخرجت صدقة الفطر في مكة عن نفسك فهذا أفضل. ولو أن أهلك أيضا في مصر قال أخرجها عنا في مكة فلا حرج، كل الأمر على سبيل الأفضلية، أن صدقة الفطر تتبع البدن، يعني المكان الذي أدركك العيد وأنت فيه، وصدقة المال تتبع بلد المال. هذا ما يسر الله عز وجل الكلام عليه بما يتعلق بصدقة الفطر، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا الثبات على الأعمال الصالحة بعد رمضان. وأحث نفسي وإياكم على
تدارك ما بقي من هذين اليومين من رمضان، وأن نختم رمضان بكثرة سؤال الله عز وجل القبول وكثرة الاستغفار. كان السلف الصالح رحمهم الله يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فإذا بلغهم رمضان وصاموه جلسوا 6 أشهر يسألون الله عز وجل أن يتقبله منهم. ولذلك ليس الشأن أن تعمل العمل الصالح، الشأن أن يتقبله الله منك. كلنا يعمل، كل يعمل، أقول كل يعمل، لكن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. فلنحرص على العمل الصالح وعلى أسباب قبول العمل. وسبب قبول العمل أمران: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله، واحرص أيضا على الاقتداء والاهتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله أيها الإخوة، بكثرة سؤال الله عز وجل القبول وكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار أيضا سبب لمحو الذنوب والمعاصي. قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن استغفر الله وجد الله غفورا رحيما، ومن دعاه سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وجده جوادا كريما. فأسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.